مرحبتين حباب قلبي، بتمنى انكم تكونوا كثير مناح بكل خير وعافيه ان شاء الله دائما. اليوم اجيتكم بانبوكسينج جديد من عند شركه الشيفري. راح فرجيكم هيدا البروجكت، هيدا البرودكت بكل تفاصيله، وراح لاول مره راح اطبخ، مو لاول مره بس طبخت انا يعني من قبل. المهم راح اجرب معكم هيدي الماشين وراح نطبخ مع بعض بهيدا الفيديو. المهم يلا هلا راح اضع الكرتونه هون. اوبس، هي عن جد ثقيله جدا. المهم واو، خربت كل شيء بظن. اوكي كله تمام. طيب هيك 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 فيكم انكم تشوفوها. المهم شوفوا معي، هون عندي الشركه شيفخي ارسلوا لي هايدي الماشين. راح افرجيكم بالداخل شو هي، بس بظن انه في ناس راح يعرفوا اصلا شو هي. اسمها AFW Air Fryer. اوكي عم تعمل دي اي كوك، عم تعمل يعني اثنين طبخ من اجل 11 شخص. ساينيك فيش اند ساينيك كوك اكس ال كاباسيتي 4 لتر مع 4 لتر، كمان في نافذه من اجل رؤيه الطعام. المهم يلا انا بدي كمان خلص كلمه المهم، لانه عم اقول المهم 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 كثير بالفيديوهات، بس ما بعرف ما اجد اي كلمه اخرى من اجل اني غير كلمه المهم. طيب يلا هلا راح ندير او ماي جاد هيك، بس بظن انه فتحت الكرتونه. ما في مشكله لانه فتحت الكرتونه، لانه هي اصلا كانت مفتوحه، بس يعني انفتحت اكثر، يعني خرج منها كتيب الاستعمالات. المهم يلا هلا بما انه خرج راح افسر لكم. المهم هيدا هو كتيب الاستعمالات يوزر مانيوال، في تقريبا 7 لغات بكتيب الاستعمالات: انجليزي، فرنسي، بولندي، دوتش ولغات اخرى. هون عندنا يعني شو يعني كوكينج كاردز، المهم كيف التوقيت تبعها، المواقيت تبع استعمال الاير فراير. يلا نضع على جنب. هون عندنا الجارونتي من عند شيفري، وهون عندنا اليوزر مانيوال، هيك يعني حتى فرجيكم افضل. المهم هون يعني كيف نستعملها وهيك الشغلات. طيب يلا هلا رح نفتح مع بعض. هون عندنا الستاند من اجل حتى نضع الاكل للداخل. هون عندنا ستاند من اجل اني ما بعرف، بس بظن انه من اجل التسخين من تحت. المهم يلا بدي اغير كلمه المهم. شوفوا معي تيتون هونيك، يعني عذرا من اجل هيدا لانه انا ما راح ارجع للفيديو يكون افضل. شوفوا معي هون في سيليكون، 4 اجزاء من السيليكون من اجل حمايه البول تبع الاير فراير، وعن جد لونه كثير حلو هيك، يعني فيك بظن انه جلتر، يا نوار جلتر. المهم عندنا اثنين هون، لانه مو من اجل تبديل، هيدي الاثنين من اجل اثنين، يعني في اثنين ديال كوك. المهم سو رح نضعها مع جنب. هون عندنا الشاحن، شحن عادي، هيدا مو شحن الانجليزي، حلو ان يكون عندي شحن عادي لانه ما عندي شاحن انجليزي. رح اوبس. وهون لازم اني فرجيكم هيك يكون افضل، رح نزيل هيدي. هون شوفوا معي شو عندي. وارنينج، وهون هلا بنضعها على جنب. وهون رح فرجيكم الماشينة، شوفوا معي عم تكون ليد لنا يدي، رح خرجها من الكرتونة لأنه يعني كتير ثقيلة، وبعدين رح ارجع لكم فرجيكم بكل التفاصيل. شوفوا معي حلاوة وأيقونة هايدي الاير فراير، عن جد كتير حلوة. هون رح نفصل البلاستيك، اوبس، ومن الجهة الثانية كمان رح نفصل البلاستيك. أوبس.
طيب شوفوا معي، لحتى من أجل أنه نفتح لازم أنه نكليك هير. شوفوا عن جد كبرها، شو هي كبيرة 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 كبيرة، ما بتلسق مثل ما أنه كاتبين أنه هي ما بتلسق. كثير كبيرة. حبيت كمان يعني عن جد 4 لتر هون، فينا أنه نضع دجاجة هون صغيرة رح تكون حلوة كثير. رح نشوفها من الداخل. شفتوها؟ عن جد كواليتي ولا أروع. إينوكس إينوكس دابل من الداخل. رح نرجع هاي لأنها رجعت. طيب أنا نسيت أنه فرجيكم هيك يعني كيف رح نضعها، لأنه عندي ستاند تبع الكاميرا رح فرجيكم. طيب هون نمسك هايدي، هون نمسك هايدي، هذا فرجيكم لازم أنه أنا أعرف كيف أولا. طيب بظن أنه لما تضع هايدي من التحت هيك رح. طيب في اثنين ستاند هيك. طيب 2000 years later. اتمنى انه اثنين نفس الكبر. اظن انا وضعتها صح من الاول. طيب هيك بتكون. شفتوها معي؟ هيك رح اضع الثانية حتى في تأثير. يلا نضع الثانية هيك. اوبس. طيب وضعنا الثانية كمان. شوفوا معي هون من الداخل كيف هي كتير كبيرة. يلا هلا رح اضع الاولى. Right. And هايدي ال left. طيب شوفوا معي التصميم. هون عندنا الهواء الساخن يخرج من هون. هيدا هو التصميم. راح اضعها بمكانها بالمطبخ وبعدين راح شغلها لحتى نشوف مع بعض كل التفاصيل اللي عم تعملها. طيب حبايب قلبي انا هلا رجعت لكم لما شغلتها. هون نضع تشغيل بطن. هون عندنا left or right فينا انا نختار. هون راح فرجيكم راح لكم كل التفاصيل. طيب هون عندنا الحراره من اجل زياده او تخفيض الحراره. هون عندنا left or right. هون عندنا من اجل زياده او تخفيض التوقيت. هون عندنا البدايه يعني الديبارت. هون عندنا الشيك من اجل انه لما نعمل شيك لحتى انه لازم نعمل شيك رح يعمل بيم بيم بيم. وهون نحن بنفتح هيك رح نعمل هيك شيك 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 وندخلها هيك مره ثانيه. لما نفتح الشوايه هيك رح يعني الحراره رح ما رح يعني الماشين ما رح تشتغل، رح تنطفئ وبعدين رح تشتغل مره ثانيه اوتوماتيك. المهم هون عندنا ساينك فينيش بينتهوا مع بعض مثلا مثل طبختين لما يكون عندنا ضيافه او هيك شغلات من اجل انه فينا يعني هيك يعني. المهم بظن اكو فهمتوني. هون عندنا جريل من اجل انه نعمل ستيكس او هيدي الشغلات. هون عندنا التسخين. هون عندنا تجفيف الطعام. هون عندنا بيك من اجل يعني عمل مخبوزات. هون عندنا الشواء يعني. هون عندنا اير كريسب يعني من اجل يكون انه هيك مقرمش. هون عندنا روست. هون عندنا اير فراير من اجل الفرايز. طيب المهم هيدي هي البروجرامز موجوده عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 بروجرامز بهيدي الماشين. وعندنا تقريبا 21 يعني بتن. هيدي الشاشه كلها ليد وتشتغل تكتيل مثل ما عم تشوفوا هون. يعني مثلا إضاءة فينا أن نقول إضاءة طافية يعني يتحرك فوق من هيك يعني. هلا رح أختار مثلا Air Fryer. ما رح أختار الاثنين بظن أني رح شغل بس Right. بختار Air Fryer بس عشان دقيقة هيك. رح أضع شوي Fries هون من أجل أني أفرجيكم. وضعت البطاطس تبعي. راح اغلق هيك. راح شغلها هيك مره ثانيه. راح اعمل رايت وراح اعمل اير فراير. راح اعمل شيك شيك اون وراح
شغلها هيك، شوفوا معي التوقيت عم يشتغل والصوت، وكأنه ما في ولا أي صوت. رجعت لكم لحتى فرجيكم من وراء كيف هي، انه الهواء عم يخرج من هون، الهواء الساخن. المهم هلا انا عملت لي تنبيه من اجل انه اعمل شيك. طيب نسيت انه اقول لكم انه في ابلكيشن من اجل فيها 100 وصفه لحتى تساعدكم كيف راح تستعملوا الماشين تبع شيفخي. المهم طيب انا هلا انا هون عملت جريل، الجريل عملت ستيك هون، وهون عم فرجينا جريل، هون عم فرجينا الف تبع رايت، والليفت عم فرجينا ال جريل رايت رايت اير فراير. المهم طبعا بالجريل عم فرجيني 10 دقائق لانه اللحمه ما كانت كثير كبيره. المهم هون كان عم يقول لي شيك شيك شيك، هون بنضع الاناره من اجل انه نشوف طبخنا كيف لاين وصل. المهم طبعا عم يقول لي شيك، رح حتى اعمل شيك هون، شوفوا معي حلاوه طبخها. رح اعمل شوي شيك لانه نبهني من اجل انه اعمل شيك، عملت شيك قفلتها مرة تانية. طيب هون رح اشوف اللحمة تبعي كيف صارت. واو رح ادخلها مرة تانية لانه اللحمة عم يقول لي ما لازم انه افتح الهواء من اجل اللحمة، ما لازم انه افتح الماشين من اجل اللحمة. طيب عن جد هيدي الاير فراير كتير انتليجنت من عند شيفري. ما تنسوا انه في التطبيق بالاب ستور او بلاي ستور، وفيكن انكم تحملوه بس من اجل 100 وصفة. هون نسينا انه نغلق النور، راح اتركها هيك، راح يعني خلص التوقيت وبعدين راح افرجيكم النتيجه النهائيه. صح حبايب قلبي، هلا خلصت الماشين، شوفوا معي البرايتس عن جد كتير حلوين، كتير حنونين هيك بدي اكلهم هلا. المهم شوفوا معي اللحمه، شوفوا ما احلاها، عن جد كتير شهيه. شوفوا معي هي طيبه من الداخل كمان، بس لانه حتى شوفوا شفتوا عن جد كتير حلوة. المهم طيب يلا هلا خلصت المشوار تبعي مع الماشينة شيفخي، كل الشغلات مثل ما قلت لكم كل التفاصيل. المهم ما تنسوا اشتراك سبسكرايب بالقناة، ما تنسوا انكم تعملوا سبسكرايب بالقناة ولايك للفيديو اذا عجبكم، ما تنسوا انكم تعملوا شير لحتى الناس تستفيد او تشوف الماشين كاملة بكل تفاصيلها. حتى مثل انه الناس اللي بتبحث مثلا على ماشين، مثل انا اولا كنت عم ببحث على ماشين. المهم ما وجدت ولا اي فيديو، سوري حبايب قلبي، بعرف انه قلت لك اني خلصت الفيديو بس هيدا اضافه. المهم هلا وجدت شوي النوغت بالفرج تبعي، سو راح احطهم هون، راح اخليهم بالاير فراير هيك يعني شوي وقت اجل طبخهم. المهم يلا هيك اير فراير شيك everything is okay it's on، وبعدين رح فرجيكم النتيجة النهائية كيف رح تكون. هذه هي نهاية الفيديو، ما تنسوا انكم تعملوا سبسكرايب. المهم انا فرجيتكم كل التفاصيل تبع الماشين، وهون خلصنا. شوفوا معي النتيجة، عن جد كتير طيبين، عن جد حلوة كتير، حبيتها. رح ذوق معكم قطعة. كتير لذيذة والله، حبيت هذه الماشين شيفخي عن جد، ولا أروع ولا أروع، كتير حلوة.